السلام عليكم الأصدقاء ديالي، خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم أخوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراة فريق الجيش الملكي والفيتشر، المستقبل ديال المصري. اليوم المستقبل المصري كينتصر على فريق الجيش الملكي بهدفين دون رد. مازال الهدف الأول جاء عن طريق ضربة الجزاء، والهدف الثاني تسجل عن طريق الخطأ، اللاعب سجل في مرمى مع كامل الأسف. معليش، فريق الجيش الملكي هو فريق كبير وقدم مستويات كبيرة خصوصا هذه البطولة هذه، وغادي يقول الكلمة ديالو. كيبقى عنده 7 ديال النقاط، والفريق الأول هو بيراميدز ب 8 ديال النقاط، وهذا الفريق هذا اللي انتصر اليوم على فريق الجيش عنده 5 ديال النقاط. أصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الفيديو وانتم حكموا، واعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يشجعنا بلايك، لأن اللايك ديالكم فريمو تيحفزني تيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقاء ديالي، خوتي العزاز، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهاية ديالكم. اصدقاء ديالي، خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الملخص. كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تباركوا على داك اللايك باش الفيديو يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، ما كرهتكم خوتي العزاز تشتركوا في القناه، تفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.